كهربا. نعم اخويا، نعم معاك. مبروك، ألف مبروك. وخليني أسألك عن المستوى في الفترة الأخيرة، كلام كتير جدا جدا وأمور كتيرة. قول لي، نزلت وأنت عارف تفصل كل اللي كان بيحصل حواليك ده إزاي؟ وهل الراجل كان بيتكلم معاك في الجزئية ديت ولا لأ؟ الله يبارك فيك. طبعا يا ابراهيم، انت عارف انت اخويا وحبيبي وقريب مني ربنا جدا يبارك في عمرك. الفتره اللي فاتت ديت، انت عارف انا كنت بمر بايه، صحيح. بس يعني اهم حاجه البطولات دايما بتعوض كل حاجه عن تعوض كل حد عن تعبه، والحمد لله ربنا كافئني وعمل اللي انا عاوزه. دي حاجه. تاني حاجه يا ابراهيم، انا يمكن انا زعلان جدا من اللي بيحصل في الاجواء المصريه، في التلفزيون، ان انا ماليش ذنب في اي حاجه وبتحط اسمي في كل حاجه في الدنيا. فبالنسبه لي انت عارف طبعا لما حد كده يبقى انسان كده يحصل له الحاجات دي كلها، بيصعب عليه نفسه. انا فانا طبعا اتفضل اتفضل قول. الناحية دي بتعرف تتغلب عليها ازاي؟ يعني في ضغوط كتير عليك منذ توقيع الغرامة والفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسألة الإيقاف، كل التفاصيل الكتيرة اللي أنت مريت بيها ديت، عرفت تفصل ازاي وانت بتتكلم في مباراة مهمة، مباراة سوبر؟ وبالتالي احنا حتى كمان اول لما جالنا التشكيلة ما فيهاش كهربا الاول شوية، اللي هو طب ازاي ده يعني هيبتدي المباراة، ما لقيناكش موجود، ولكنك اول لما نزلت تسببت على طول في ضربة الجزاء اللي كانت سبب مكسب النادي الاهلي، واضعت اكتر من فرصة، وده هيدي ايحاء شوية. امبارح يمكن كنا بنتكلم كورة، بنتكلم في الاستوديو التحليلي، ان ده معناه ان انت وانت قاعد على الدكة شايف الماتش كويس، حاسس الاجواء بتاعتها، فانت عارف تفصل، فعملتها ازاي؟ هو ده السؤال، لان احنا برضو خد بالك الناس كلها بتسال ليه كل ده يعني او كل ده بيحصل حوالينك وفي الاخر مركز في الملعب. انا عمال اضحك، انا عمال اضحك والله العظيم وانت بتقول لي الحاجات دي، صح؟ ليه تضحك؟ ليه قول لي؟ هتصدقني لو قلت لك؟ هصدقك والله، ما انت عارف يعني. والله العظيم ببقى حاسس كل اللي بيحصل، بتبقى حاسس يعني، انت كنت حاسس ان انت والله العظيم وريني. يعني انت كنت حاسس ان من انت عند ربنا، من عند ربنا. يعني من عند الواحد ربنا. دايما بيفضل يدعي ربنا كل حاجه تحصل، ودايما يبقى هو في احسن حال، بس ربنا بيحقق له حاجات بس انا ببقى حاسسها. يعني انا الماتش والله العظيم ابراهيم، انا الماتش اللي فات ده انا حاسس ان هو يحصل اكسترا تايم، وممكن كان هيوصل ضربات جزاء على فكره. انا كنت حاسس حاجه كده، كنت حاسس ان هو عقرب يعني. لان انا اصلا في اول الماتش يعني انا كنت عمال مبسوط، عارف ان انا عمال اهزر بضحك، ان انا بغير دماغي وتفكيري والضغط اللي عليا بين الناس كلها. ازاي؟ فربنا كرمني، حتى كابتن سام يعني لو سالت، لو كلمت كابتن سامي وصان سالته هيقول لك انا قلت لكابتن سامي ان انا هنزل الشوط الثاني ان شاء الله ربنا يكرمني واعمل حاجه للفريق. فربنا كرمني في الاكسترا تايم. بس